مصرف السلام الجزائر. عشر سنوات من التميز والعطاء. شارك مصرف السلام الجزائر في رعاية فعالية الملتقى المنظم من قبل منتدى الكفاءات الجزائرية الموسوم بالكفاءات الجزائرية في خدمة الوطن، وذلك يوم السبت 28 سبتمبر 2019 بقاعة ألوان بفندق الأوراس بالجزائر العاصمة، حيث شارك في الملتقى عدة كفاءات من مختلف ربوع الوطن، وكان ضمنهم كفاءات جزائرية مقيمة بالمهجر ألمانيا، أمريكا اللاتينية، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. في بداية انعقاد الملتقى ألقى السيد عادل غبولي رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية كلمة الافتتاح. تم إنشاء ورشاة عمل تم فيها التقاء الخبرات المهنية والكفاءات، حيث تطرقوا فيها إلى طرح عدة إشكاليات تعاني منها الجزائر في ظل الوقت الراهن، مع تقديم حلول منهجية علمية بحتة في مختلف المجالات. وبهذا يبقى مصرف السلام الجزائر على العهد المتمثل في دفع عجلة التنمية ودعم مختلف الكفاءات والخبرات من أجل النهوض بالجزائر والخروج بها من عصر الجهل والظلام إلى عصر العلم والنور.